رايك في منظومه الكارت الذكي اللي هم يعملوه؟ ما انا قلت لك انا معايا دلوقتي اله ارخصها واطلع الكارت الذكي. انا ابو سعيد. طب الناس اللي هي معاها مواتير ميه دي هيرخصوا ازاي؟ يعني دي حاجه هتترخص؟ طبعا مش هترخص، ده موتور ميه مراكب بيطلع ميه من تحت الارض جسم الارض، هيرخصوا ازاي؟ طب هم يجوا يسيبوا منه بنزين ازاي طيب؟ ده اللي انا عايز اعرفه بس. وانت دلوقتي صاحب توك توك هتتصرف ازاي لما المنظومه تبدا تطبق؟ والله انا هتصرف زي ما اي حد هيتصرف. ازاي؟ لما انا هطلع رخصه ارخص الحلقه بتاعتي واطلع الكارت اجي اموت زي ما اي حد هيعمل. بس ايه بقى مشكلتي في حاجه؟ طب المشكله في اللي عنده مثلا الموتور ميه يعمل ايه؟ وغير كده بقول لك يعني لو ما كانش معاك كارت هتاخد الريتل ب 10 جنيه. انا سمعت اخر مره امبارح قال لك الريتل هيبقى ب 10 جنيه. طب 10 جنيه دوت يبقى حلال ولا حرام؟ لو انت معكش الكارت ده الناس دي هتمشي ازاي؟ ما ينفعش الكارت دي معانا، احنا بتوع تكاتك يعني بنحط خمسه ريتل بنلف بيهم ونشتغل بيهم. امتى بقى اجيب الكارت؟ الكارت دوت هيديك مثلا ايه؟ مهله خمسه ريتل. طب هيشغلوه ازاي؟ خمسة ريت. تعالى بقى على جنب. انا دلوقتي سواق توك توك اجيب السواق 92 ب 2 جنيه و60 قرش، احط خمسة ريت بقى ب 20 جنيه. طب اجيب منين؟ في مصر كلها المواجير بتاعتنا مش مرخصه. هو بيرخص عشان يعمل لي ضرايب؟ وانا حمل ضرايب ولا سلع بتتباع ولا سلع بتتعمل وانا حمل ضرايب؟ طب انت هتتصرف ازاي اصلا اذا كان انت مش هيبقى معاك كارت؟ اسيبها له بور، انا 60 فدان اسيبها للسيسي بور، اسيبها له يجي ياكلني. النظام بتاع المكن في الاراضي الزراعيه يدور على المواسير الاحتوازي او على الترع هيدور ازاي؟ هجيب الجبل ازاي؟ هجيب الجبل هيطبق ازاي في المنطقه؟ ولا ازاي؟ دلوقتي المهم درس زراعي عامله ازاي؟ وعايز اخد المكن، مكن الماء ده شغاله منين؟ احنا كده يعني هنخرب السنه دي ان شاء الله. الحل يشوفوا لنا اي حل نصرف في جهاز، احنا كده احنا مش لاقيين اي حل خالص. هو انا الجرار واقف، صور الجرار واقف اهو وعليه الجيركن، مش لاقي اي جهاز خالص.